جاءت هذه المناسبة بعد اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري الانتقالي مع نقابة القضاة بمحكمة الاستئناف في 5 أبريل المنصرم حول مسألة دعم السلطة القضائية وتحقيق متطلباتهم، والتي منها توفير وسائل النقل وحماية القضاة أثناء مزاولة أعمالهم القضائية. وزير العدل حامل أختام المكلف بحقوق الإنسان محمد أحمد الحبو أشاد بهذه البادرة القيمة من المجلس العسكري الانتقالي، مناشدا المستفيدين المحافظة والعناية بها. بعد المقابلة سيد الرئيس دونك شال قرارات دونك بينا 10 وتير لخمسة كور دابيل لانيتشات، من ضمنهم انجمينا ابيشي مونغو سار وموندو. دونك في اي كور دابيل ننتو عربيتين، وهذه العربية الأولى ده بنتوها للبروكيرور دي لا ريبليك أنا تريبينال دانستانس، والعربية الثانية ده كمان للسبتيتي حق كل اللي بخدمه في تيت أمرا. كم أنتوا تعرفوا بروكيرور ده في أي وقت ليلا ونهارا ممكن ينادو عشان يجي يشيف شغل الحاصل في البلد. من جهته المدعي العام للجمهورية موسى وادي جبريل بصفته كرئيس نقابة القضاة أبدى عن شعوره مطالبا السلطات العليا بالمزيد. النقابة هنا الغدية سوينا مطالبات، مشينا قابلنا لرئيس الجمهورية، واليوم رئيس الجمهورية رد لنا، جاب لنا علوم عربات لمحاكمات. لكن أنينا نشكره كثير لرئيس الجمهورية ونقول له كي خلي يسيد دافانتاج عشان كل المحاكمات خليها تكون عربات. وننوه إلى أن عدد هذه السيارات 10 سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع توزع حسب الحاجة بمحاكم الاستئناف بالبلاد.